السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو عظمة، فيديو حكاية هيوريكم الأدوات المنزلية الحديثة والأجهزة الكهربائية الحديثة اللي هتوفر عليكي وقت ومجهود وهتخليكي تبقي مرتاحة في بيتك. بس قبل أي حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لي سبسكرايب عشان أكمل بدعمكم، وشكرا. ويلا بينا ننتقل للفيديو. الناس اللي سالتني الادوات المنزليه دي او الحاجات دي هلاقيها فين، انا ما اعرفش انتوا بتتابعوني من انو بلد بالظبط، فيا ريت الناس اللي سالتني تكتب لي ان هي من انو بلد وهقول لها المكان بالظبط، اما عن طريق 3 مواقع انا هسيبهم لك في الديسكريبشن تحت، هتلاقي فيهم الادوات المنزليه دي كلها وكل الحاجات اللي انا بعرضها دلوقتي او بعدين. موقع علي بابا، علي اكسبريس، امازون، الحاجات دي هتلاقيها بثمن كويس جدا ورخيصه جدا. اما الناس اللي ما بتحبش تعمل شوبينج اونلاين فانا هقول لكم على مكانين ممكن تلاقوا فيهم الحاجات دي، بس اغلبهم مش هتلاقيهم كلهم، هو كارفور وايكيا، هتلاقوا معظم الادوات المنزليه اللي انا بعرضها دلوقتي موجوده فيهم حاجه. اما الحاجات اللي ممكن ما تلاقوهاش فيهم يعني شور اكيد هتلاقوها على امازون او علي اكسبريس او علي بابا، دول الـ3 مواقع اللي انا هسيبهم لكم في الديسكريبشن، هتلاقوا كل حاجه عليهم. فبالنسبه للناس اللي حابه مثلا تسالني على حاجه اكتبوا لي في التعليقات الاقيها فين، حاجه عجبتكم في الفيديو مش لاقيينها مثلا على كذا موقع، هسيب لك اللينك الخاص بالحاجه اللي عجبتك فيها في الديسكريبشن تحت.
الله.